الاسم الكريم فرزاق مريم. ام ايش؟ ام وليد. ام وليد احلى وسهلا خالتي ام وليد. الله يسلمك يا رب. الله يحفظك يا رب. كم عمرك البركه خالتي ام وليد؟ 70 سنه. ما شاء الله عليك صبيه لساتك ما شاء الله. والله الله يخلي لك الضحكه يا رب. والله ما انا صبي، مرض ناكتني ناكت عليك عليك معايا ضغط اطول. عليك الف عافيه. عليك الف عافيه. كم ولد عندك البركه خالتي ام وليد؟ اربع اولاد. شباب كلهم؟ كل من راح اديري مو موجودين هون؟ لا والله. طب ما بيساعدوكي ما بيعملوا لكم شيء انت وعمي ابو كل ليتي؟ واحد عنده نسوان تنتين عنده 14 نفس. اللهم صل على النبي. والله يشهد الله لا مو نعمل لا شيء بالله. الله يعطيك العافيه. الله هيك يرزقك. انا هون انا بس شايب وحدنا ما شاء الله. العم مريض يمكن؟ مريض والله مريض. انت اللي عم بتقومي فيه؟ انا والله مالي غير الله. انا كم سنه صار لك عم بتقومي فيه خالتي؟ الا بيجي 6 سنين 7. من 6 سنين الى الان. ايه واقع مرضان ما بيقدر يقوم على الكرسي وليك على الحجار وهالشيء، لا بيقدر يطلع على الكرسي ولا بيقدر يمشي. انت اللي بتساعدي بكل شيء؟ والله انا والله. كم سنه صار لكم متزوجين؟ صرنا فوق 50. فوق 50 سنة. ايه. صار لك 50 سنة مع عمي أبو وليد. ايه. ما شاء الله. ومن 6 سنين عمي أبو وليد تعب ما بقدر. ايه واقع شيء. واقع عمره 90 سنة 95. ما شاء الله. وأكثر كمان. وقادرة إنك تخدميه لنهاية العمر. طيب إيش بدي أسوي غصب عني؟ شو زدته يعني؟ حبا ما هيك جوزك. حق الله. الموت أحسن. لا الله يطول بعمرك. والله أشو مرض بالمرض هو وأنا يعني ما أنا كمان أنا ساق. أنا معي ضغط بيطلع وبينزل ودائماً يعني. عليك ألف عافية. تعباني. طيب حنسألك سؤال. تفضل. هدول الوشوم اللي على دقنك إيش قصتهم؟ قصتهم قبل جهل هيك غوا في حمرات ودهنات وبيوضات. نحن قبل هاد غوانا. أنت بإيش هيك إيش أكثر مجال بتشوفي حالك بتعرفي فيه؟ إيش بعرف أنا؟ طيب طيب أنا حاسألك حاسألك. باين عليك طباخة ماهرة. طباخة خبازي عجاني كنت خبزة تتباهى في العالم. خبزك؟ إيه. طيب احكي لنا. طبخة تتباهى في العالم. والله يشهد الله ما واحد أكل من بيتي وقال الأكل ما طيب. الله عليك. جوعتني قسما بالله. خبازي. كل رغيف والله إلى صور بالخبز هلق مع العالم. طبعا ما بدها تعزمينا هيك على خبز وأكل مرتب. بتخيلك بعزمك أي ما تمرت. والله العظيم تاركينا جوعانين. والله لولا عندي طحين لخبز لك وبعت لك وين من كنت. والله ولك يشهد الله لا موني حطيت أولاد ما عندهم شيء ابن 14 نفس. الله يسعدك خلينا بأسئلتنا ما بدنا نزعل. بدنا نفرح. افرح افرح. تمام الله يفرحك. الله يسلمك وهيك يجعل أيامك كلها فرح. لك ريت أيامكم كلكم إن شاء الله فرح. الله يسعدك. سؤالنا الأول. أيوة. شو طريقة عمل الخبز بشكل ناجح؟ بشكل ناجح ليش كنتي بتعملي ليطلع خبزك طيب؟ طيب بعجنه. تمام. بنخله بالمخل. تمام. وهالمي يعني نضيفه كويس بعجنه فيها وبخمره وخليه لا يختمر. بقوم بقرصه هاي على التنور نخبز بقرصه بحمها التنور تجي وحده بترق لي وبباشر هالخبز. بتعرفي تقلبيها بايدك هيك؟ يا الله مخبزنا كنت. يا الله يا الله. والله الضيف اللي يجينا قبل ياكم من خبزه يضل يصيح عمر هلق ما بقى نعجب حدا. والله طب عجبتيني. طيب انا بكفي بعدين شو بك. الله يحفظك. والله مو بس عجبتني دخلتي قلبي وعطيتيني هيك درس بحياتي قسما بالله. الله يبارك بعمرك يا خالتي. سؤالك الاول صح. الله يحفظك. السؤال الثاني. ايه. ايش اكثر اطيب اكله بيحبها عمي ابو وليد؟ بحب هلق هالايام بحب اكله الفته. بحب اكله. طيب احكي لنا شلون بتصير الفته. الفته. ايه. الفتي لها اشكال الوان الشكل يلي انت بتعرفي تطبخيه. ايه بطبخ يعني صارت لي فروجي بطبخها بفتها بحمصها على السمن قلبها هيك شوي قمر هالخبز جيب التورة تحمص جيب التورة طحيني اذا في ليموني اذا بطبقين على بعض هنا وهاللبن وكون مجهزي هالرز وهالخبز طبقهن على بعضهن بصير أكلي مفتخرة. الله يطول لي عمرك جاه كن من الجاه عند الله. والله وجعت قلبي. الله يسعدك يا خالتي. طيب. والله ما واحد بيجي لعندي إلا بي. طب هلا أنت عرفتي الأجوبة. تمام. الله يعلي مرتبك مراتبكم هذا الجمال كله بده شو عنا كتير قطع ذهب بس حنربحك حلقة. الله يحفظك هيك تتغاوي في فوق الغوى اللي انت فيه. تفضلي هي لك. الله يحفظك. الله يعطيك الف عافيه يا رب. الله مراتبكم. ان شاء الله نجي هيك ناكل فته وخبز صاج من تحت ايدك. اماني برقبتك. والله لا اجي اكل خبز صاج تحت ايدك. اماني بس جيب لي حبه طحين. مو بس طحين الا بطحين سياره كلها طحين. الله يحفظك ويديمك يا رب. الله يسعدك يا خالتي ان شاء الله. وابو محمد معاك. خلص ابو محمد معانا خلص يا ابو محمد. الا قول لعبد الرحمن خليه طلع علي. انت بتحبي طحين ما
وهدول الشباب. طيب خالتي سؤال معاكم، سؤال تاني اذا عرفتي تجاوبيه بتاخدي منا عدة خبز كاملة. ايه صاج. ايه وهي تبعية الرقاقة. ايه تمام، وكيسين طحين. شوفك يلا يعطيك. تمام لمرضي. عندك شيء عدة انتي؟ ما عندك. شلون يعني؟ عندك شيء عدة تبعية الصاج والشوبك وهدول عندك؟ ما عليك. طب انتي خبازة شاطرة كتير، نحن رح نجيب لك عدة الخبز كاملة اذا عرفتي هذا السؤال. ايه اذا ما عرفتي رح تخسري. ها دخيلك لا تخسرني، انا ما دخلني والله، انت وشطارتك. ايه بحكي. تمام. ايه سؤالنا الصعب جدا. ايه بنات اهل اول يلي بعمرك، ايش كانوا بيعملوا ليتغاووا؟ يدقني دق مثل هالدق هذا، مثل هلا ما في هلق مثل غوا يعني، هلق ما في مثل اول هذا الدق. ايه ايش نعمل والله، الدق نتغاوى بالدقات. طيب إيه؟ جوابك صح. خالتي ام وليد ربحت معنا عدة خبز كاملة، شوبك وصاج وايش كيف انا ما بعرف، وطحين وخميره. وطحين وخميره وايش كمان مشان بدك؟ تاكلوا انتم من عندي. اي لكن انا ما لي جايب لك اياهم على الفاضي، انت ربحتيهم مشان طعمينا خبز. يا لطيف قد بدا طعمي خبز، احلى خبز بالدنيا. الله يسعدك من عيوني والله بتاخذيهم. الله يسلم عيونك. الله يكرمك يا رب. يلا نحن رايحين، ادعي لنا وان شاء الله هيك يا رب تكوني بافضل الاحوال. وبس نجي نجيب لك هدول ان شاء الله، انا بايدي حاجي اجيب لك اياهم اذا كان في وقت وانا بيون، اذا انا مالي موجود عمي ابو محمد هو اللي بيشتري لك. الله يحفظك ويعطيك اله ميت سلامه. لا مشان تاكلوا من عمي. انت خلط جبهه، برافو عليك انت والله بطل صدقا بالله.